قبلها بضعة أيام اندلع خلاف بيني وبين صديقتي، اشتعلت الشرارات في الهواء مع صدام كلماتنا بقوة غير متوقعة. ولكن بينما أفكر في هذا النزاع أدرك أنني على استعداد لتجاوز ذاتي وسائل المصارحة على الرغم من حقد الخطأ. كل شيء بدأ خلال حفلة مليئة بالحيوية مع أصدقاء. كانت الأجواء مبهجة والضحكات ترن في غرفة، وكنا مجتمعين لقضاء وقت ممتع. لكن تصريحا بسيطا من صديقتي أشعل شرارة الخلاف. كانت كلمتها صاخرة ومؤلمة ولمست أوتارا حساسة في داخلي. غمرني الغضب وانطلقت كلماتي بدون تفكير. تحول حوارنا اللاذع إلى حرب كلامية لا هوادة فيها. تكاثرت النظرات الباردة والحركات العنيفة، محولة الحفلة إلى ساحة معركة عاطفية. ومع ذلك لما مر الوقت وهدأت المشاعر أدركت دوري الخاص في هذا التصادم. غضبت كثيرا ودعمت الكبرياء أفعالي. نسيت أن الصداقة هي رابطة ثمينة تحتاج إلى احترام وتفاهم. لهذا السبب امتدت يدي نحو صديقتي بتواضع أطلب منها المغفرة، حتى وإن كنت أعلم أنها مسؤولة نوعا ما في هذا الخلاف. في بعض الأحيان من الأهم أن يتم التصالح بدلا من أن يكون لك الحق. أرغب في إعادة بناء الرابطة التي تجمعنا واستعادة التواطؤ السابق بيننا. ولا توجد شيء أثمن من العلاقات الحقيقية، ومن المهم أن يكون الأصدقاء على استعداد للحفاظ عليها حتى ولو تطلب ذلك تجاهل كبريائهم. الحياة قصيرة جدا لن تسمح للصراعات بتفريق الأصدقاء، لذا فقد اخترت أن أمد يدي وأطلب العفو من صديقتي، لأن صداقتنا أكثر قيمة من خلافاتنا السابقة.